انا باغي نقول لكم باللي ملي جات هذه الحكومه كان 185 الف طالب اللي كانت عندهم المنحه، اليوم 270 الف طالب عندهم منحه. تفضل سيدنا السادة النواب، خليوا السيد الوزير يكمل الجواب ديالو. تفضل سيدنا. الله يغفر لك السيد الوزير. قلت هناك إشكالية ديال المنح مطروحة في الشفافية على مستوى اللجان الإقليمية، واللجان الإقليمية فيها منتخبين. والآن حنا كنرجعوا باش التلميذ يعمر الملف ديال طلب الملحة من الثانوي، ماشي حتى يمشي للجان الإقليمية وما كيشوفوش الناس فين ساكنين واش عندهم مشاكل. وغاد اللائحة ديال التلامذ، تنقول التلامذ اللي غادي يحطوا الدخل ديالهم يتعرف على مستوى الليسي، على مستوى الإعدادية، باش ما أمكن نقربوا شوية المشاكل باش نعالجوها محليا قبل لا تمشي للأقاليم. كاين أقاليم راني قلتها لكم، اللي أغنى واحد عطيوه الملحة، أفقر واحد ما عطاوش الملحة. هذه إشكالية مطروحة ما غاديش نخبيوها. تنقولوا الدخل زائد عدد الاخوه والاخوات، هذو هما جوج المعايير، ولكن مع الاسف ما كتحترمش. وكاين الناس اللي كيقول لك عندي الدخل صفر، واش كاين عباد الله شي واحد عنده دخل صفر وقراو ولدو حتى البكالوريا؟ الموظف هو اللي تاكل العصا لان الدخل ديالو معروف. اذا هذا فعلا اللجان الاقليميه خاصها تشتغل بشفافيه وبموضوعيه مع ولاد الشعب. اولا اقليم تا هناك 2013 2014 حتى حدا شي واحد يجيب لي واحد طلب الملحه ما خداش 2013 2014، كلهم خداو الملحه. الان اشنو داك الشيء اللي قلت لكم السنه الفات قلت لكم السنه المقبله على السنه، اذا جاد الله جاد عمر. الان حنا كنضربوا عاود، شي واحد قال هاد تزيدونا شي حاجه، هذه ماشي تنزيدوا شي حاجه، ماشي تنخزنوهم، تنعطيوهم 270 الف منحه. تقريبا في كل سنه كترجع لنا بين 5000 حتى 7000 طلبه ما كنلقاوهمش، اما مشى للجيش مشى لبرا، وكنعاود نوزعوهم على الاقاليم ماشي كنحطوهم بجانبنا. الان عدد الطلبه كيزداد سنويا، اذا ديك 80%. قارنوا الارقام، اولا اقليم تاونات العدد ديال الطلبه اللي طلبوا اكثر من العدد اللي خداو البكالوريا في تاونات. ومنين جاو الناس؟ لا ماشي ديال السنه الماضيه، ديال هذه السنه، ما تيتقبلوش ديال السنه الماضيه. اذا كنعرفوا شحال من واحد خدا البكالوريا في الاقليم، تنديروا الحسابات منين جاو الطلبات من فوق ذاك العدد ديال التلامذه اللي خداو البكالوريا. شكرا السيد الوزير المحترم.